السلام عليكم أعزائي حبايبي، حلقة جديدة من النباتات المنزلية، من مشتل النباتات المنزلية. حلقتنا تتناول نبات جدا جميل، نبات جدا راقي، نبات مثالي من النباتات الظلية والنباتات الداخلية. هذا النبات هو اسمه الكوبرا. بالإضافة هو اسمه التسمية الثانية شراع السفينة. الأوراق مالته سهمية ذات لمعة جدا عالية، جدا راقي، يستخدم يتم استخدامه داخل المنازل والمكاتب. نبات الكوبرا من النباتات الاستوائية، موطنة أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. هذا النبات الميزة البي خلال وقت التزهير تطلع الأزهار مالته بيضاء اللون على شكل رأس الكوبرا، ولهذا سمى نبات الكوبرا. أعزائي حبايبي، درجات الحرارة اللي يحتاجها هذا النبات هي من 18 إلى 25 درجة مئوية. عدم تعريض هذا النبات للتيارات الرياح الباردة، الرياح الباردة تأثر عليه تعطي ضمور وذبول بالأوراق ويصير اصفرار بعض الأوراق، بالإضافة إلى يحتاج إضاءة غير مباشرة من أشعة الشمس، الإضاءة ضرورية خاصة في فترة التزهير. بالنسبة للتكاثر مالته، يتكاثر من خلال الروزومات، يتم تقسيم النبات وجزء من الروزومات ويتقسم النبات. نبات جدا راقي، نبات جدا جميل، أنصح كافة الأخوة والأخوات أن يقتنون هذا النبات، نبات الكوبرا أو أشرعة السفينة أو شراع السفينة. أعزائي حبايبي، من ضمن الأمور اللي راح نطرحها بهذا النبات، نتناول حالة صارت أحد الأصدقاء هذا نبات الكوبرا نتيجة الإهمال وعدم الاعتناء فيه وتعرض لظروف مناخية غير طبيعية أدى إلى تلف هذا النبات. نشوف الأوراق هنا، ذبول بالأوراق، بالإضافة إلى سبق أن تحدثت عن خواص التربة. حين من تختلف يعني السقي الزايد أو تعرض النبات إلى مواد كيميائية أكثر من اللازم، يتم اختلاف خواص التربة، وبالإضافة إلى تجمع المياه منطقة الجذور أيضا يؤثر على هذا النبات. راح نسوي له فالطريقة ورجعه مثل ما كان أو أحسن من ما كان، أحسن من ما كان. الأصيص هذا سرح نطلع النبات من الأصيص. بالبداية أعزائي حبايبي، نستعمل المقاص أو أي آلة حادة. النبات إخواني أعزائي، أكو هواية من الأخوة والأخوات يجهلون هذا الشيء. النبات يحس كباقي الكائنات الحية، عنده إحساس ويتأثر بالفطريات وبالبكتيريا، فدائما الأداة اللي نستعملها نعقمها مادة معقمة قبل أن نستعملها في سبيل تلافي الفطريات والبكتيريا. نبدي نقص المناطق الذبلانة، المناطق اللي تالفة نتخلص من عندها. بالنسبة للأوراق للنبات، نقص الأوراق التالفة كأنما بالضبط شلون شعر الإنسان، يعني الشعر الزايد التالف ينقص أو الأظافر. بالنسبة هسه نبدي نتخلص من كافة الأوراق اللي تالفة بهذا النبات حتى نعيد له الحيوية وعيد نشاطه مستقبلا من خلال الإجراءات. إن شاء الله هسه شوي شوي راح نشرح لكم ونوضح لكم الأمور اللي تستوجب بالنسبة لهذا النبات. نبدأ نقص جميع الأوراق التالفة، لأن هذه الأوراق التالفة توقف النمو مالته وتأخر عن النمو
حتى يرجع يعيد حيويته النبات. هسه تقريبا خلصنا من كافة الأوراق التالفة. وكرر إخواني عدم تعرض هذا النبات إلى تيارات الرياح الباردة تأثر عليه وتأثر على النمو مالته. هسه حاليا خلصنا من جميع الأوراق التالفة بهذا النبات. نرجع نسوي طريقة نغير، نجي هذا الأصيص شو نسوي؟ نطلع النبات من الأصيص، خلص من التربة السابقة. هاي التربة نتيجة السقي الزايد أكثر من المعتاد، أكثر من المعتاد، أدى إلى تأثر النبات واختلاف خواص التربة. احنا نجي هسه نلاحظ بأنه الجذور الحمد لله والشكر ما بها أي تعفنات، لو بها أي تعفنات لازم ناخذ غير إجراء وياها. هسه نتخلص من التربة السابقة، نهائيا نتخلص من التربة السابقة. هذا النبات هو والجذور مالته. هاي الروزومات بحالة إذا أريد أقسم النبات بفد أي آلة حادة، سكينة حادة، بعد التحقيم وتطهير هذه الآلة قسمه هو وجزء من الروزوم اللي بالأسفل التربة، وأوزعها إلى عدة أصيص. هاي القطعة نقدر نسويها عدة نبتات، أكثر من 6 أو 7 نبتات بالنسبة للنبات الكوبرا. نجي هسه احنا نهيئ له التربة المطلوبة، التربة الناجحة والمطلوبة. عندنا احنا سبق ان تحدثنا عن البوتموس. البوتموس نوعية البوكون اللي هو الهولندي. ضروري اخواني اعزائي توجد ثقوب بالأصيص في سبيل تسرب المياه الزائدة. كل جدا ضرورية. ماكو اشكال اذا تخلي مثلا تخلي ربع تربة طينية او زميج وثلاثة ارباع من مادة البوتموس. نجي احنا هاي التربة السابقة ما نستخدمها، ما نحتاجها. شو نسوي؟ نثبت النبات بالأصيص. نحاول نثبت النبات بالأصيص. خلي مادة البوتموس الحديثة اللي احنا متأكدين معها، سبقا قلنا النوعية الجيدة هي نوعية البوكون، متوفرة عندنا بالمشتل، واللي احد اي الاخوة والاخوات يحتاجوها نقدر نوفر لهم هاي المادة، مادة البوتموس نوعية البوكون اللي هي الهولندية الاصلية. اخواني اعزائي جميع النباتات الداخلية، جميع النباتات الداخلية ما تحب التربة الصلبة، تحب التربة الهشة، التربة الهشة، لأن الجذور تكون رقيقة، جذور النبات تكون رقيقة. التربة الصلبة ما يقدر النبات يمد الجذور مالته خلال هاي التربة. هاي أفرغ الأصيص من الهواء، كل ما أخلي فت كمية أرصها أو أضغط عليها في سبيل تسرب يسرب الهواء المتجمع بين أجزاء البوتموس. هسه الحمد لله كملنا هاي الصيغة. نجي نضيف له نسقي سقية خفيفة ونحافظ عليه، بالضبط هيجي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. يعني فترة من يبدين من النبات نلاحظكم الفرق ونشوفكم شنو الأمور اللي تستوجب الرطوبة. إخواني أعزائي هذا النبات يحتاج الرطوبة المناسبة له جدا، يحتاج تسميد، التسميد من خلال المحفزات الحيوية السائلة حتى إن شاء الله يرجع ويصير بهالشكل، هاي النظارة هذا الشكل الجميل. وأنا ممنون، شكرا جزيلا.